طبعا لازم يكون في مناوبة، فسلمنا المناوبة حق الشيخ. اي نعم انا موجود. اوه متحلل مسكين والله ما يستاهل. حقيقة رسالة شكر وعرفان لشرطة عمان السلطانية، بيض الله وجيهم. وصلنا الى البارك، انه لله الحمد. يا الله جوعانين. انت وين بدي؟ انت خذ يسار. وين بدي فوق؟ ان الله يصلحك خذ يسار. ايوه عشت، الله يسر عليك. بسم الله. وين نوقف؟ وين نوقف؟ والله هو صوب شمس، بس انه الشمس باردة الحين. نوقف بعد البراد، ذاري عن الرمل. والله في رمل خفيف، بس انه بس في رمل. اشكال الرمل اخت الاكل. سيارة هنا الرمل كيف؟ ولا نوقف هني؟ وش الرأي؟ نوقف هنا ذا الصوب بعد البراد. الشباب الظاهر يسووا غدا هناك. ها غايته يا الربع، الرمل كل شوي يدفننا، كل شوي يدفننا. شكلنا بناكل غدا مقرمش اليوم. يلا صار اربع ساعات جاهز. ضبط امورك. خلصنا متغدين احنا والشباب، بيروحوا على البلد فاضيين. طبعا راجعين من قطر فاضيين، واحنا نتحرك. مشوارنا طويل، نحن ورانا تخليص واجراءات. يلا حي الربع. الساعة الحين يا طويلين الاعمار الساعة 12:30 تقريبا المساء. والله المفروض مخلصين عاد، ان جينا في التقييم هنا في الجمارك العمانية، تقييم المعد هذا الشيول، والرجال ما راضي يدفع. اللي متواصل معه اللي هو مدير الشركة، يقول انتظروا شو اسمه، انتظروا صاحب الشركة الصباح يداوم وبنبلغه. فنشوف شو الوضع، عسى الله ييسر. الله شكلنا بنخيس سنين. يا الله الحمد لله على خير، عسى بالتيسير ان شاء الله باذن الله. رايت الرقدة. السلام عليكم ورحمة الله. يلا نصبحكم بالخير. يلا حجي الربع، وش اخباركم؟ طمنونا عليكم، يعطيكم العافية. طبعا لازلنا في المنفذ، المنفذ العماني، منفذ الربع الخالي. ننتظر الرد من صاحب الشيول، نشوف هل شو بيسوي. وحقيقة رسالة شكر وعرفان لشرطة عمان السلطانية، بيض الله وجيهم، على المعاملة الإنسانية، المعاملة الراقية، الكرم. ابدا جالسين مع السياره، نتفاجئ بالدوريه تجي توزع افطار انا والسيارات اللي حوالي كامله، اللي بعد رمبه التفتيش اي سياره موجوده جايب لها افطار. والله بيض الله وجيهم. فول، جبنه، عسل، وجايب لك سويت ايضا وخبز. فبيض الله وجيهم على المعامله الراقيه والانسانيه حقيقه، مع انه في مقهى الجهه الثانيه، مقهى صيرون بعيد شوي، بس انه موجود، ومع ذلك جايبين افطار. فبيض الله وجيهم، بيض الله وجيهم على هالمعامله الراقيه. ونتمنى في اغلب المنافذ يكون بالطريقه هذه، بالذات المنافذ المقطوعه او المواني اللي هي ما تقدر لما تدش انت فيها وما تقدر تطلع، يعني يوفروا لك يعني وجبات ولو بفلوس، ولو بفلوس. هذه الوجبه مجانيه طبعا يا ربع، ولو بفلوس مستعدين السائقين انهم يشتروا. اما احيانا
يعني تحتجز في منطقة وما يجيبوا لك شيء، وممنوع تطلع وممنوع حد يجيب لك شيء، يعني ورطة يعني مشكلة. ولكن حقيقة بيض الله وجيهم وعقبال باقي المنافذ الحدودية بالذات، فنتمنى يعني بنفس الطريقة تكون حقيقة، وبيض الله وجيهكم يا شرطة عمان السلطانية، وجزاكم الله خير. وقت القهوة يا الربع، قهوة مع الحلوى العمانية. انا حبه ثقيله ثقيل. ساعة قريب ل 11 وللحين لا جديد، ان شاء الله تنحل. دعواتكم يا الربع. دوم متغايبين انا بالاكواب، ما ادري وين. مش مشترين ايه هذا. بالله شوفوا لي هالقهوة الزينة، وش رايكم؟ شيء شغل فاخر ومن الاخر. يا سلام. مع الحلوى العمانية، وانسى يا حبيبي، عيش يومك، يلا عيش متعة اللحظة. ما ادري ايش السكين هنا ولا لا. بسم الله. طبعا عبد الرحمن نايم. ساحب عليك كل الاوقات. اللي جربتوا الحلوى العمانية يا الربع اللي من خارج السلطنة، ما رويناكم حلوى العمانية، عبارة عن نشا وسكر، بعض السكر أحمر وبعضه يستخدم الأبيض على حسب النوعية، ماي ورد، زعفران، هال، مكسرات، وش بعد؟ سمن، يعتمد السمن، بعضه يكون سمن بقر محلي وبعضه يكون لا وسمن شركات وذا. وش رايكم؟ ترى مره في المخ يا حبيبي، اللي ما جرب ضروري يجرب، ما نستغنى عنها هذه، وين ما رحنا تكون معانا موجوده. والله هذا جار شكله تيسر. ها خلاص خلاص، الله ييسر عليك. خلص الرجال شغل سياره يبي يمشي، عسى الله ييسر عليه. على اقبالنا ان شاء الله.
يلا حي الربع، شو الاخبار؟ ابشركم خلصنا والحين نضبط امورنا ونضبط قهوه ونتحرك بنترك. طبعا لازم يكون في مناوبه، فسلمنا المناوبه حق الشيخ. اي نعم انا موجود. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كم يوم كم يوم يسولف عنده وانا بسلمني له المناوبه. قول له ابو عبد الرحمن يسلم عليك. ابو عبد الرحمن يسلم عليك. ابو مشعل انا صار لي يومين هني خلاص. صار لي يومين يقول لك تعال، وانا هو تو اعطون بيان يوم انا جاي اسوي لي قهوه، قال تعال بسلمك انت المناوبه. الحين مناوبه معه. لا تريا قبل يومين ثلاث اطلع يمشوني الجماعه. والله نعم قال لي الدكتور يا حولك انه جسديتي بالشهاده. شو المشكلة محمل معمول بدون شهادة صحية؟ السعودية قدروا يطلعوا شهادة وهو رايح عمان. انا ابغى اعرف، ما عرفت لو انت وصلت في السعودية عندي المصنع. انا محمل منك، قال لي لحظة انت ما تواصل عندك ماجد في عمان التاجر. قلت لا انا ودي اتواصل مع ماجد، انا محمل عندك شهادة من عندك لازم تطلع. الحين نضرب القهوة ونتيسر بسنا خلاص، عفنا هدومنا اللي علينا ولا ظل ملابس حق الاستحمام. والله الله يعيننا بس. يلا الحمد لله سهلات. يلا حي الربع، ابشركم اخيرا طلعنا ولله الحمد من المنفذ العماني. يلا لك الحمد. الوجهه الى وين؟ الوجهه يا طويلين الاعمار الى نزوه، الى بيضه الاسلام، ننزل فيها القطعه تبع النفط، وبعدها الى مسقط ننزل الشيول. ما ادري هل يمدينا اليوم ولا لا، ما ادري. ان شاء الله تبع النفط ان شاء الله انه يمدينا، يمكن المساء نوصلهم. طبعا المشي 70 60 70 لان الاطارات تعبانه والله مثل ما شفتم، فما نقدر نسرع 70، والحموله ايضا 30 طن تقريبا على اقل من محلنا. عبد الرحمن سلام. وش العلم؟ كيف؟ فرحان؟ مره. بتعود تطلع معي؟ ان شاء الله الايام القادمه. ما تبت؟ يلا سهالات سهالات. مالك واقف سلامات، انتظر البيان يمكن يرسل البيان وكذا. يلا الحمد لله وصلنا الى عبر الوعد ولله الحمد. الوجهه وين؟ الى المطعم. والله مشتاقين السمك يا الربع. طبعا عبد الرحمن معارض ان نروح المطعم، يبقى نسوي غدانا. ليش؟ عشان ما يتاخر. مشتاق البيت؟ ايه مشتاق البيت الحبيب. والله يا كبر قلت طول الدرب راقد، مو ذي الكرفايه تكسر الظهر. حبيبي في اي بي هذه 5 ستار. ايه 5 ستار. مشتاق هذه الكرفايه. تشتاق هذا يوم اقل من فوق احسن طايح تحت. تشتاق هذا الكرماية، تشتاق هذا الرحلة. هذه طبعا يا الربع طريق عبري نزوة، نمر على هالخضار وهالمزارع وهالاشجار النخيل وهالجبال. صولو هذا دواء المهموم يا الربع، هذا المنظر دواء المهموم والحزين. اي بالله يا حالات الخضار. حتى المصر اخضر وش جابك؟ هذا من حبي للون الاخضر يمكن. ما شاء الله ما شاء الله، الله مبارك. والله يا ربع قربنا نوصل بيضة الاسلام نزوة، وتواصلنا مع الشركة. ها ترانا قريب. قال اي قريب حبيبي، العالم سكرت وراحت. افا وغير هالكلام، قالوا ما في غيره. نضبط الوضع نعطي العمال اوفر تايم. قال لا اوفر تايم ولا بطيخ حبيبي، نشوفك بكرة الصباح. الله المستعان. ايش ذا الغثاء يا الله. الحمد لله لو ان قدمنا ساعة كنا وصلنا، لكن كلمة لو من عمل الشيطان. نقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وفرصة هي. تواصلت مع احد الاخوة صار لي
اكثر من سنه اتواصل معه ولا عاد شفته، ما قد شفته يعني قبل. فاليوم ان شاء الله نشوفه ونسولف معه وناخذ علومه، وهي فرصه يعني الحمد لله. وصلنا الى صناعية طيم سي الربع. شو اللي حصل؟ على بعد 800 متر المتابعة. طبعا وصلنا متاخرين، العمال رايحين مثل ما خبرتكم، وتواصلت مع مندوب ذا فقال لي كم الوزن؟ قلت له والله ما ادري يمكن 15. قال مو اكثر؟ قلت له لا مو اكثر. قال خلاص اذا بنرسلكم شخص او روح جيب السايق شي فورك ليفت كبير هني يشيل 15 طن. طيب قال شيلوا ونزلوا المعدة هذه خلاص. قلنا والله بيض الله وجهك. فعادة تواصلت مع زميلي جزاه الله خير الأخ محمد الحراسي، فطرشته يروح يجيبه، الحين بيجيبه وبنزل المعدة هذه عشان أروح مسقط، لأن مسقط صباح فيها منع في غلاء تنزيل القطاع الثاني، وإن شاء الله سهالات بإذن الله، إن شاء الله إنه يبدي ينزل هذه بإذن الله. شوف ما معذب العالم معه هذا ولد العم محمد. طبعا اول مره التقي فيه ولازم اعذبه. يلا حي ولد العم، وش الاخبار؟ كيف الامور؟ اخيرا نلتقي. يلا حيه. إيه. ولازم اعذبك معي. عاد اول شيء وصينا يجيب صاحب الفورك ليفت وما قصر، راح وجابه والحين شغلناه معنا بعد. حاضر. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك المحزن. ما هذا ما طاي سكر داخل هناك مره بعدك ما ادري ما علي بعدين بلا خلنا خلنا ذا البلا يشيل. نعم توثيق توثيق لازم يحتاج هذا لا ما يحتاج عادي لا وين يشيل عادي هذا. وش رايكم يشيل ولا ما يشيل؟ هذا 15 طن تقريبا وزنها، عادي يشيلها. هذا اظني يشيل اكثر عن 15. 12 بس؟ والله ها 12 طن ولا وزنها 12 طن؟ ايوه ها. يلا بسم الله. عشت. لازم تدعمه يعني. خذ عبد الرحمن بعد بعد عنه. ظاهر مذاك صوب وزن زيادة ولا؟ ها؟ ايوه اشوف اروح. لا لا ما بشيله. افا ها برافو. عنده علم هذا ما ادري. هو فعليا من هناك من هنا اشتل ومن هناك لا الوزن لان هناك متمركز. ظاهر انه بيسحب هذه اخر وبيقدم ذيك. ايوه ايوه هذا بيرجعها كذا وبيأخر ذيك. أيوة. عشت. ها سوي مساعدة؟ سوي مساعدة؟ ليه هذا ما هي مكان روح؟ أيوة هذا وزن مني زيادة صح؟ سنتر ما في. أيوة. سمسم
لا لا هذا 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 خلي سنتر نص بعدين يمشي. عشت. لا لا مستحيل ينقلب، مستحيل لانه ثابت ما مفتوح. عاش ديبان، عاش. بس سدك. بعد ما ينزلوا هذا المعدة بنقدم شيء ولا قدام؟ ما يستوي هناك مكانه شوية راجع، بنقدم قدام 2 متر تكون أمورة سهلة. 2 متر 3 متر. راح أشغل شيء ولا أنا؟ لين يعبي يبغاله وقت. بطلتين عبد الرحمن؟ بطلتين؟ شيرات مبطلات؟ ها؟ بطله بطله. شل شل ذاك بس انتبه انتبه على وجهك. ما حيله. انتبه على وجهك بس. إذا ما تعرف خليه أنا بسوي. شوفه إذا ثقيل خليه ودره. بس امورك فروض روح بسم الله. ايش ذيبان ايش طيب الله وجهك. روح بس بس باي وايد نزله. شويه فوق ايوه زين اوكي خلاص تمام. عشت. الحين بشغل الشيول وبقدمه لقدام. وش ذا انا؟ الواير ركوب. بسم الله. بطله. اهم شيء ما تكسر. صبر صبر. طيحة. التاير 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 من طيحة. صبر.
بس خلاص. حط التواير نفس المكان عبد الرحمن. خلاص. برجع عادي. بعده؟ تمام؟ حلو. باخ عبد الرحمن يركب الاطار الثاني هناك. خلاص؟ انزل؟ يلا. كيف تمام؟ نازل على الاطار صح؟ خلاص؟ يلا بسم الله. الحمد لله على السلامة. يلا سهالات الحين بنرد نربط تشينات مرة ثانية. صدق لو خليناه عشان تعبي البطارية. لا لا الين نربط الين خلص مربطين بعدين بنبنده. بس خلاص برايه بيضبط امورهم هناك. طبعا ردينا شغلناه. خلاص تمام. خلاص تمام. ردينا شغلناه اساس تشرش البطارية. عبد الرحمن اسحب الثاني خلاص. اسحب هذا الثاني. ودي قدام تاير وشحطه. وخلصنا منزلين المعدة الربع. باقي الشيول مسقط بالنزلة. الحين الوجهة الى ولد العم ان شاء الله الى محمد الحراسي. كذا فنجان قهوة على السريع ونحن مروحين لان ما ظني بيمدينا. يمكن الساعة 11 نوصل مسقط لو تحركنا فما بيمدينا. بنمر عليه وفنجان قهوة وبنروح بإذن الله تعالى. والله تأخرنا. ولد العم وش مستوي؟ لا لا شو اللي صاير؟ اللي صاير التاير الداخلي خلاص. متحلل مسكين والله ما يستاهل. والله صامل والله كفو عليه. وصلنا السوية. اي هاي وصل سعودية اذا بعد يمشينا تريبين. ايه الحين ما عليه ضغط عادي. اذا حصلنا بنشر غيرنا. ما حصلنا براية طبه ما فينا نهايس فيه. ولا وش الراي؟ هلا غير. غير. احسن؟ يلا. طبعا تقهوينا مع الحبيب محمد الحراسي والحين الوجهة الى مسقط باذن الله تعالى. الساعة الحين 10 يعني يبالنا ساعة ونص. والله يمكن ان نمر اذا حصلنا بنشري شغال يمكن ان نمر معاه ونغير الكفر هذا اللي رايح لان خايف انه ينفجر ثاني معاه. ان شاء الله الامور سهالات باذن الله تعالى. يلا الحمد لله. والله انفجر التاير يا ربع. انفجر. هو في بنشري قدام بس ما اتوقع فاتح. الساعة 10 صارت. نقول بسم الله. يا رب. افا لو مشيتنا شوي. كيف بدل التاير؟
ايوه طريق اجيب مفتاح صبر شوي بنشوف لنا مكان غاوي. صبر شوي صبر عبد الرحمن صبر شوي صبر صبر الله عبد الرحمن متحمس مرة السمير ما عليك ها السمير متبطل وحده ايه شايف لنا ما عليه بيمشينا ما عليه سمير اذهله ان شاء الله يمشينا اموره طيبة ما عليه بسم الله تجرب؟ تعرف؟ يلا انتبه روح سوي بسم الله بس انتبه امسك زين ركب اول شيء ركب بس انتبه لا تضغط اوكي راكب؟ شوف روح يلا سوي بس امسك اوكي اللي بعده ايش شافوا ذيبان؟ لا واضح المستقبل كفو 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 لا اول ركب عاش عاش يبان عاش كفو سير فيه عشت 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 Thank you.
وابشركم خلصنا الحمد لله، ما اخذنا يمكن ربع ساعه عشان تخايف ربع ساعه. ابو سالم ولا ابو عوف؟ ابو سالم ابو عوف. كفو يعطيك العافيه. خلاص تنفع ملاح. خلاص تعتمد متخلص ثانوية بس. لا معتمد. عشت. جزاك الله خير. طبعا وصلنا الى فنجة، وهناك وادي فنجة. طبعا في تحويلة في الطريق الرئيسي، فجينا الطريق الداخلي وزحمة. ما ادري متى بينتهي التحويلة، اليوم بدأت بالليل. على حظي كل ما امر من ذا الطريق الا في تحويلة. انا ابو ما بتخلص ذي اكثر من سنة. بعين الله. معنا طريق جاهز، ما ادري يمكن صبوا الخطوط ولا شيء. وادي فنجة. طبعا فنجة من اجمل الولايات في السلطنة، ولاية بدبد من اجمل الولايات حقيقة، بالذات منطقة فنجة. فيها افلاج وعيون، عيون حارة عيون باردة ما شاء الله، ومناظر جميلة، فيها حصون قديمة، بساتين نخيل. وهذا ايضا هنا سوق فنجة للبخار. هذا بخاريات حركات كلها موجودة هنا ما شاء الله. والله زحمة الحين الساعة 12 وشي، 12 12 دقيقة بس والله زحمة. مشكلة. يلا قربنا نوصل، باقي 19 دقيقة بس. ظاهرنا ما بننزل إلا بكرة. أوي وين يا حبيب الشعب، ما بننزل إلا بكرة الصباح ممكن. يلا الله يسر. صباح الورد يا الربع، كيف اصبحتوا؟ يعطيكم العافية. طبعا وصلنا البارح موقع التحميل يمكن على الساعة 12، بسم الله، وقت الكرك. ولكن للحين ما نزلنا. ننتظرهم يحولوا المبلغ، بعد ما يحولوا المبلغ ننزل. ما فينا ندخل في مشادات و مشكلة. يعني كثير من الشركات للأسف إذا ما تستلم مبلغ قبل التنزيل سلم عليه للأسف، أو إنه يذلك عليه وتصير كل يوم تترجى فيه. لا حبيبي، عطني حقي وانزل لك معدتك او بضاعتك. للاسف البعض ما يمشي معه الا كذا، ودك تتعامل مع الناس بحسن نية ولكن شفناها ما تجيب نتيجة. بسم الله. سلام. يلا حي الربع. لا جديد، الساعة 11 صارت وللحين ما نزلنا بسبب الفلوس. نزل والفلوس بعدين تحت اللوم يا عقيل 80. فأغلب الشركات للأسف يعني بالطريقة هذه، إذا تنزل وما تستلم أجارك يعني بيذلوك مذلة على أساس تستلم الأجار. معلم. حبيبي. نيد كلام هو شوي. من؟ أبشركم أخيرا الجماعة دفعوا بعد مشقة وعذاب.
والحين نفك التشينات وننزل البوابة ونطلع. 11 وشي صارت. شو اللي صار بعدين بنخبركم، خلونا نخلص بس. طبعاً النية إني أغير الإطارات، باقي 6 إطارات بس، باقي نوعية جينيو، فرحنا عند الوكيل ما حصلنا جينيو مخلص، يقول بعد أسبوع بيوصلن، فيمكن إني بغير إطارات الناقلة في اللوبد لحد ما أروح لسفرة شيء إن شاء الله، سفرة إلى جدة، بركب مال ناقلة في اللوبد وبسير عليه لحد ما أرجع يكون موجودات. شفت الجينيو ممتاز وناس تمدحها وجربوها وانا جربتها، ممتازين افضل من شركات كثيرة بالنسبة مقارنة لسارة، ممتاز بصراحة. الساعة 12:05 دقائق والمنع الساعة 1، يمدينا نخرج من مسقط. طبعا رجعونا، ما ادري شو صاير الطريق اللي يطلع من المسفاة الى خط سريع، فبنرجع الطريق الثاني بعيد مشوار علينا، بس ما ادري ايضا هل مفتوح من هناك ولا لا. والله مشكلة مرة، احنا نوصل والدورية قدامنا، لو سبحان الله لو ما تنفع، لكن لو قدمنا شوية كنا نفدنا. الله يعين. طبعاً جينا الطريق الثاني اللي هو يودي يطلع من رسيل، بس على الزحمة هذه أتوقع أنه مسكر بعد الطريق الثاني.
يعين الله. شكلنا ما بنطلع قبل الساعة 4 العصر. يلا الله يسر. والله يا ربع جينا طريق غلا وبعد الخط السريع مشينا لا رسيل. رسيل الطريق مسكر. ورد مرة طريق الداخلية برج الصحوة وجات الساعة 1 وسكر الشارع وهذا الوضع. والله انما محتار امشي اوقف خلاص الساعة 1 من على انه ما يفتح الا 3:30. هنا شباب بلا ما ادري شو الوضع، ما ادري الطريق ذاك قديم مفتوح ولا لا، بس انه خلاص سكر الطريق ولا الساعة 1 صارت. اذا صادفتنا دورية مرة مخالفة. ابشركم طلعنا ولله الحمد من مسقط. هذا الطريق خلاص سماح عادي الحمد لله، اللهم لك الحمد ما تخالفنا. بس الساعة كم صارت؟ 2. والله طولنا. وينك وين بعدنا 50-60 كيلو 50 كيلو. المفروض نمشيهم في ساعة ساعة ونص، احنا كملنا ساعتين احنا في الطريق ويبالنا ساعة ثانية. والله الحمد لله ان شاء الله زحمة، العالم طالع من دوامات. يوم الاربعاء بكر الخميس، بكر اجازة. بكر اجازة؟ ايه. ايوه يا سلام. مناسبة شو؟ ما عيد مال المولد، ما عيد مال ويش. اي الله يكثرها. دعس؟ ايه وصلنا الى الديار العامرة الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف السفرة كانت؟ الحمد لله. إن شاء الله استمتعت؟ إن شاء الله. إن شاء الله ما أكيد. أكيد يعني يمكن. يمكن؟ ما أكيد ها. طيب وش رأيك بالسفرة كانت؟ عذاب وذهب وبهدلة ولا؟ شيء بهدلة وشيء يعني متعة. أيوة. يعني ما أبيها. ما تخلى من متعة. إيه. حلو 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 حلو. بتعيدها مرة بتطلع معي ولا خلاص توبة؟ إن شاء الله نشوف كيف. هاي شوف كيف معناته لا اكيد. يا الله اللهم لك الحمد وصلنا سالمين غانمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد وبعد الرضا بيض الله وجهكم يا الربع. وانتهت رحلتنا هذه ونشوفكم في رحلات قادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله انكم استمتعتوا وان شاء الله ما نكون كدرنا على خواطركم وبيض الله وجهكم ويعطيكم العافيه وسلام. لا تنسوا انشروا القناة ويعطيكم العافية والسلام.